السلام عليكم. اليوم حبينا نعرفكم بالمستشفى الجديد اللي راه تم الاتفاق على انجازه في ولايه تيزي وزو، بالضبط في منطقه بوخالفه القريبه من ملعب اذن حسين آية احمد. سوف يتم انجاز اذن مستشفى عالمي بمواصفات عالميه، وسوف يكون اكيد من يعني احدث المستشفيات في الجزائر، بالسعه انت 500 سرير اذن في المستشفى هذا. وعلى كل حال فيه برنامج لانجاز مستشفيات من هذا الحجم في ولايات اخرى كولايه الجزائر العاصمه، وكذلك ولايه ورقلة، وولاية باتنا الذي تم يعني التصريح بوجود مشروع لإنجاز إذن مستشفى ب 500 سرير في ولاية باتنا. إذن كل هذه موحب بها وقرارات صائبة. إذن خليكم تابعوا هذا التقرير حول المشروع نتاع 500 سرير في ولاية تيزي وزو بمنطقة بوخالفة. نترككم إذن تتابعون. السلام عليكم.